بسم الله الرحمن الرحيم. بدي أكمل في هذا الدرس من دروس الانيميشن، هذا الدرس الثاني. راح أكمل على موضوع الكرة. الكرة تحركت معنا في الدرس الأول باتجاه أفقي أو باتجاه عمودي من الأعلى للأسفل، ارتطمت بالأرض وطارت، ما فيها إمتاع، شكل كمبيوتري زي ما حكينا عنها ووصفناها، باتجاه واي، up and down، up down، up down. بس طيب بدنا هلأ نحاول نعمل فيها شوية حركة وشوية شغل عشان تبين أكثر واقعية. أول شيء عشان تعمل الحركة بطريقة جميلة لازم تفتح ويندو، ولازم تتخذها صديقتك هذه الويندو، يعني الجيرل فريند تبعتك، اللي هي الويندو اللي اسمها جراف اديتور. عشان تفتحها اسهل طريقة، تروح على ويندو انيميشن اديتور جراف اديتور. اوكي، هذه هي الويندو اللي لازم تتخذها صديقة لك. طبعا هاي طريقة لاظهارها، بتقدر تظهرها بانك تروح على الايكون هدول باتجاه العمود اللي هي الاولى، اللي هي البيرسبكتيف، وبعدين الفور فيوز، وتحتيها حتلاقي الاوتلاينر والبيرسبكتيف جنبها. لو كبست رايت كليك وضغطت الكابس حتلاقي في تلاقي 3 ويندو اللي هم هايبر شيد ورندر وبيرسبكتيف، اللي هم هي بيرسبكتيف وجراف اديتور وهايبر شيد. مثلا حتكبس عليها حتلاقي الجراف اديتور صارت تحت عندك هون، وعندك في ويندو زياده هون في، او تفتحها بطريقه انه تو ويندو، البيرسبكتيف مع الجراف اديتور، بيرسبكتيف مع جراف اديتور، مع هاي مع اوتلاينر، هاي بيرسبكتيف مع جراف. لو كبست عليها حتلاقي انه صارت عندك ملصقه في الاتجاه اللي تحت للويندو، زي ما بتحب تفضل خليها، المهم تعرف تشتغل عليها. اوكي، او بتقدر تروح على بانل، وتروح على بانل وعلى الجراف اديتور. اوكي، انت على الجراف اديتور فمش راح شيء يختلف معك. اذا كانت عندك ويندو غير الجراف اديتور بتقدر تفتحها بالطريقه هاي. اوكي، خلنا نشوف شو ممكن نعمل في هذه الويندو. طبعا عندك الويندو هلا فاضيه لانك مش مختار اي عنصر بالشاشه. لو بس كليك على الكرة حتلاقي انه في عندك الخطوط اللي مثلت الوقت و التايمينج اند سبيسينج، يعني الحركة والوقت على الجراف بشكل جرافيكي. اوكي، شوف عندك ثلاث خطوط. طبعا عشان تتحرك بهاي الويندو زي ما بتحرك بالماوس بالبيرسبكتيف اللي هي Alt مع كليكات الماوس، بتقدر تحركهم تحت، Alt مع Right Click عشان تعمل Zoom In و Zoom Out، Alt مع الكبس الوسط حتتجه باليمين وشمال، Alt مع الكبس الشمال ما بتأثر شيء لأنه هون حركة دورانية، هون ما عندي دوران، هون ده جراف بس طول وعرض اتجاهين، فما عندي كبسة شمال، إما كبسة وسط عشان تتحرك هيك، أو كبسة Right Click، كبس يمين عشان تتحرك على الزوم. طيب لو كبست حرف الاف مثلا، انت مختار هذه المجموعة من النقاط، لو كبست حرف الاف حتلاقي في زوم عليها، تكبس Alt وبترجع زوم. لو بدك تختارهم كلهم تكبس حرف الاف، او تكبس حرف الاي على الكيبورد لما تضيعهم يكونوا بعاد، تكبس حرف الاي على الكيبورد. اوكي، انت الان عند النقطة رقم 3. اوكي، انت الان عندك تايم لاين من 1 ل 25، في حركة انيميشن بسيطة. شوف الكيرف اللي الفرق بين التايمينج والسبيسينج، حكينا هذا تايم من
في أن الخط الأحمر هون عند فريم رقم 5 حتلاقي أنت حالك عند رقم 5. في أن كي فريم عند رقم 12 حتلاقيه هون. لو كبست على هذا الـ 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 على هاي النقطة اللي هي متمثل كي فريم حتلاقي هون رقم 12 اللي هو رقم الكي فريم الموجود، وهون حتلاقي 8 و3 بالعشرة اللي هي لو مضيت خط هون حتلاقيها فعلا 8 و3 بالعشرة على شكل الحركة. اوكي، جراف عادي زي ايه جراف رياضيات. اوكي، عشان تستمتع بالشغل فيه لازم تتعلم مظبوط هذا التايم لاين وكيف تشتغل عليه. شوف هلا الحركة عندنا صعود بشكل سموث ناعم، وصلت لفوق ونزلت. هون في عندنا خطوط غير متحركة اللي هم باقي التشانل بوكس اللي عملت عليهم كي فريم لما كبست حرف الاس وما فيهم اي حركة. هلا الحركة عند ترانسليت واي، لو كبست عليها لحالها حتلاقي حركة، لو كبست على اي عنصر فيها راح يمثل لك خط مستقيم لانه ما في عندنا اي حركة. ان شاء الله بنفس الدروس هاي لقدام شوي بس نحرك فيها بطريقة تانية حتشوف انه في حركة فيهم. الان ما في عندنا حركة الا باتجاه واي. اوكي، هلا عشان تعمل الحركة وتمثلها على الجراف، لاحظ انه لو كبست اي على نقطة حتلاقي فيه كأنه عصا او خط يمين وشمال بالنسبة للنقطة هاي. لو كبست على بداية الحركة حتلاحظ انه حركة ناعمة بالبداية، بتطلع شوي شوي بعدين بتأسرع الكرة بعدين بتهدى وبتوصل شوي شوي لعند رقم 12. شوف كيف شكل الكيرف، بيبدأ بسموث بنسميها ايز اوت، وبعدين بأسرع الحركة وبعدين بدأ ايز ان. اوكي، ايز ان وايز اوت، خروج الحركة من الفريم رقم 1 لا دخولها بالفريم رقم 12. ايز ان وايز اوت هاي مثلتها بالحركة الديفولت بالماية، لما تفتح ماية اول مرة حتعطيك اياها ديفولت حركة ناعمة. لو بدك تعملها بطريقة تانية في عنا هذا اسمه تانجنت. اوكي، بتقدر تمسكه وتحرك هاي العصا بالميدل كليك. بتقدر تمسك هاي العصا وتحركها بالميدل كليك لما تكون على، في عنا ثلاث أدوات هذولا، لا تكون على أداة الحركة اللي هون وتكبس وتحرك فيها هون في عنا حركة عادية لما تكون على أداة التحريك وتكبس على النقطة وتحرك العصا هاي لفوق حتلاقي شكل الكيرف اختلف. شوف الآن راح تصعد بقوة الكرة وتوصل بنعومة وتكمل بنعومة. نجرب نعمل بلاي على الكبير، شوف تطلع بقوة وتنزل شوي شوي، تطلع بقوة وتنزل شوي شوي، تطلع بقوة. بتمثل هاي، بتقدر تحركهم وهي الكرة شغالة. بدي أعمل تطلع بقوة وتنزل بقوة، بحركها وبحرك شكل الكيرف للنهاية. حتلاحظ إنه صار شكلها، صار فيها إمتاع أكثر، صارت ترتطم بالأرض وتمثلت الكيرف بشكل مختلف. طيب لو هذا الكيرف بدي أحركه، لو مسكت الحركة من الوسط وعملتها زي هيك هتلاحظ إنه فيها مشكلة شوي. شوف تنزل شك 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 كأنه فيها خطأ بالحركة، طلعت بسرعة بعدين هديت شوي بعدين أسرعت مرة ثانية بعدين هديت بعدين نزلت بسرعة. شوف وهي طالعة في انحناء مش مزبوط. هلا انا حركت جزء واحد من هذه العصا، بدي اسميها تانجنت، سميتها العصا بس مبدئيا عشان نوصل الفكره. لو حركت جزء واحد منها حتلاحظ انه بتحرك الجزئين مع بعض لانهم مرتبطين مع بعض. عشان تفك الارتباط في شيء اسمه بريك تانجنت. بريك تانجنت اللي هي الايكون اللي شكلها غريب الموجوده بالجراف اديتور هون. لحظه شوي، خلني اعمل ستوب للانيميشن واختار النقطة واكبس عليها رايت كليك وإشي اسمه بريك تانجنت. في لها ايكون هون بس عندي مش مبينة على ال هيها هذه الحركة هاي اللي هي بريك تانجنت. لو كبست على الكليك وكبست عليها على النقطة هاي وكبست عليها حتعمل بريك تانجنت، او كنترول زد. لو
لو كبست عليها، لو سوري لو كبست وسحبت عليها حددتها وكبست رايت كليك وعملت بريك تانجنت حيعطيك نفس النتيجة. اوكي الان لو بدك تحرك جزء منهم حتلاحظ انه الحركة بتصير بجزء واحد من التانجنت حول النقطة اللي بدك اياها. شوف غير بشكلهم وتعلم عليها وحاول تستمتع وتستفيد من وقتك عشان نشوفك في الدرس القادم ان شاء الله. بكفي كلام في هذا الدرس عن الجراف اديتور، تعلمنا كيف نطلع جراف اديتور وكيف نشتغل بشكل بسيط عليها، ومنكمل في الدرس القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عمر قنديل من دوت ان سبوت.